دكتور داولا دبر، رئيس الاتحاد الموريتاني للكيك بوكسين والفول كونتاكت والتاي بوكسين، رئيس المؤسس الاتحاد الموريتاني للكيك بوكسين تاي بوكسين فول كونتاكت والتاي بوكسين. هذه الاتحادية تمشاوها عام 2008 حينما ألحت الضرورة على أن تنشأ اتحادية لهذه اللعبة في موريتانيا بعد جهد جهيد وبعد سنوات من العمل على تثبيت أركان هذه الرياضة في موريتانيا. وبعد أن التقينا بالعديد من الإخوة العرب في ملتقيات دولية وألحوا علينا على أن ننشئ اتحاد موريتاني خاص بهذه اللعبة، فأنشأناه عام 2008. بعد أن أنشأنا هذا الاتحاد حاولنا توسيع اللعب لتصل إلى جميع أقطار جميع مقاطعات موريتانيا وجميع ربوع موريتانيا كي تنتشر أكثر ويصبح الشباب الموريتاني قادر على حماية نفسه وقادر على مزاولة أنشطة رياضية لها ما لها عالميا. الاتحادية الآن لديها الكثير من الفروع في موريتانيا، هذا الفرع في مقاطعة تيارت نادي ثقافي تمارس في هذه اللعبة كبقية الأندية في موريتانيا. شاركنا في العديد من البطولات الدولية والقارية، شاركنا في البطولة الإفريقية للمويتاي في المغرب، شاركنا كذلك في بطولة العالم للمحترفين في الكايوان في عمان في مؤخرا في الأشهر الماضية، ثم شاركنا قبل ذلك العديد من البطولات الدولية التي أقيمت في دبي وفي الكثير من الحلبات الدولية في هولندا في لوزان بسويسرا في العديد من المشاركات الدولية الهامة التي صقلت مواهبنا وعززت من إصرارنا على أن تصبح لهذه اللعبة مكانة في موريتانيا وأن تتطور كما تطور في العديد من الأندية العالمية. الطموح الاتحادي الآن والطاقم المسير أن تتطور اللعبة أكثر وأن تصبح لها بطولات دولية في موريتانيا. نطمح أن 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 تصبح موريتانيا قبلة للعديد من أبطال العالم في هذه الرياضة. لدينا أبطال عالم موريتانيين في أندية عالمية الآن في فرنسا وفي هولندا، نحن على صلة بهم، نحاول دائما أن نستفيد من الشباب في موريتانيا، وهذا هو الاستراتيجية الحصيفة للاتحاد الموريتاني للكيك بوكسينغ. أنا اسمي طالب الطالب النافع، مدرب في نادي سعادة للكيك بوكسين، ومنذ زمن في هذه الرياضة نكون الشباب الموريتاني على 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 هذه الرياضة اللي رياضة نحن مهمة عندنا ومهمة عندنا تعود في هذا البلد في مثل هذه الرياضات وخاصة الكيك بوكسين. ومنذ زمن نقوم بتدريب هذا الشباب، ياك نأخذ مهاراتهم هنا ناخذ منهم ابطال مستقبلين في العالم وغير ذلك. الاسم سيد احمد ولداه ولعلي بوب، جيت لهذه القاعه متدرب هون، استفدنا منها واصلت لنا في هاي البلاصه اللي نحن فيها النهائيه من ارض الوطن. والشباب هون عندهم طموحات كبيره وكبيره انهم يوصلوا للبطولات الدوليه وينافسوا عليها،